الحديث السابع، وعنه رضي الله عنه أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه بركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم فدعا بالترجمان فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذب لي فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ فقلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك أو من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: فماذا يأمركم؟ أو قال: فبماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما كان يعبد آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له إني سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، فقلت: لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه أو أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب أو حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم أو بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أعلم أني أخلص إليه لتششمت لقاءه ولغسلت عن قدميه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه أو عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال: فقال أبو سفيان فلما قال ما قال
وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور أو ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقفا أو أسقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور أو ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال إن فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة ملك الختان إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر أو أن ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك أمرهم ولا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسأل وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا الرجل، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شأنكم أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. هذه القصة بكاملها ختم بها البخاري كتاب الوحي، كتاب بدء الوحي، وذلك لما فيها من أول نزول الوحي واتباع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودخولهم في الإسلام، وبعض الصفات التي تميز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس، وهو أثبت الناس فيه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وهو يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان وهو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أخبره أي أخبر ابن عباس أن هرقل وهرقل ملك الروم وهو ملك أرض تركيا الآن هي التي كانت تسمى أرض الروم، ومدينة هرقل التي في الحديث هي اسطنبول الآن، أن هرقل وكل من تولى ملك الرومي يسمى لقبه قيصر، فالقياصرة ملوك الرومي وملوك الروسي، فالروم والروس ملوكهم يسمون بالقياصرة، وبينهما تلك العلاقة القديمة، ولذلك قال أبو الطيب المتنبي وكيف ترجى الروم والروس هدمها وذا الطعن آساس لها ودعائم. أن هرقل أرسل إليه في ركب، أرسل إليه إلى أبي سفيان في ركب، أي وأبو سفيان في ركب من قريش، وقريش هذه القبيلة التي شرفها الله بأن جعل منها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الحرم، وقد اختلف هل هم ذرية فهر بن مالك بن النضر أو هم ذرية النضر جميعا، والذي يترجح أنهم ذرية فهر بن مالك بن النضر، وأن ذرية النضر ممن سواهم لا يعدون من قريش، ولذلك قبائل قريش 12 قبيلة. كانوا تجارا بالشام،
أي هذا الركب مهمتهم هنالك في الشام كانوا تجارا، وفي لفظ كانوا تجارا، والتجار جمع تاجر، والتجار جمع تجر، والتجر مصدر ولكنه يطلق على الرجل التاجر، كما يقال زيد صوم ورجل عدل، عدل مصدر، ولكن يوصف بها الرجل لشدة تمكن صفة العدالة فيه. فكذلك التاجر إذا تمكنت فيه صفة التجارة يسمى تجرا. ولذلك قال زهير بن أبي سلمى: وإن الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به التجار، التجار جمع تجر. وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادَّ فيها أبا سفيان وكفار قريش. المدة التي مادَّ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عاهد فيها على الهدنة أبا سفيان وكفار قريش، كانت من ذي القعدة في العام السادس من الهجرة إلى رمضان من العام الثامن من الهجرة، فلم تبلغ سنتين، وإنما كانت سنة وأشهرا. فهذه المدة هي المدة التي مادَّ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عاهد على الهدنة أبا سفيان وكفار قريش، حين كتب سهيل بن عمرو الصلح، حين صالحه سهيل بن عمرو وكتبه علي بن أبي طالب بالحديبية. فأتوه أي أتوه هرقل وهم بإيلياء، أي وقت مجيئهم له هو بإيلياء أي مدينة القدس، وهي مدينة بيت المقدس، تسمى إيلياء وتسمى إيلياء بالقصر. فدعاهم في مجلسه، أي دعا هرقل هذا الوفد من قريش من التجار في مجلسه، وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم. دعاهم أولا، الدعوة الأولى يمكن أن تكون ضيافة أو استقبالا، ثم بعد ذلك أراد أن يأخذ منهم الخبر فدعاهم الدعوة الثانية المؤكدة، فدعا بالترجمان. والترجمان هو المترجم الذي يبلغ عن الناس، وسيأتينا قريبا في حديث أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، أي يبلغ كلام ابن عباس للناس. والترجمان هنا المقصود به الذي يبلغ الناس من لغة إلى لغة أخرى، معناه أتى بشخص يعرف العربية ويعرف لغة الروم وهي البيزنطية، فيبلغ قريشا كلام هرقل ويبلغ هرقل كلام قريش بترجمة. وهذا إطلاق للترجمان معروف، ومنه قول أبي الطيب المتنبي: مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان، ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان، مغاني لو يسير إلى رباها سليمان لسار بترجمان. سليمان عليه السلام علمه الله منطق الطير ومنطق الجن، ومع ذلك يقول: مغاني لو يسير إلى رباها سليمان لسار بترجمان. وكما ذكرنا فيه الترجمان والترجمان، ومن ذلك قول الشاعر نعم بدمعه ترجماني، أتى بها في ترجمانه فترجماني بالترجمان. فدعا بالترجمان فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ سأل هرقل وفد قريش: أيكم أقرب نسبا، أي ألصق نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: أنا أقربهم. قال أبو سفيان: أنا أقربهم. فأبو سفيان أبوه حرب، وهو ابن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، والرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فالأب الرابع يجمعهما. فقال: أدنوه مني. قال هرقل: أدنوه مني، وذلك ليشاهد قسمات وجهه عند حديثه حتى يعرف هل هو صادق أو كاذب، وليشاهد أيضا تأثره بالكلام، فالأسئلة المحرجة في وقت التحقيق يتبين بها صدق المحدث أو كذبه، ويشاهد ذلك في عينيه أيضا، فالاضطراب الذي يحصل والتعرق، وأيضا اضطراب العينين يدل على أن الإنسان غير مقتنع بما يقول. فهرقل أراد أن يدني أبا سفيان حتى يلاحظ
صدقه أو كذبه عن كذب. فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه قل لهم، أي قل لأصحابه، إني سائل هذا وهو أبو سفيان عن هذا الرجل، فإن كذب إن كذبني فكذبوه. والمفروض أن يكون وفد قريش مع أبي سفيان وأن يكون كلامهم مصدقا لكلامه مطلقا، ولكن هذا الموقف الذي وضعهم فيه جعل أبا سفيان يستحي أن يأذروا عليه كذبا. فإن كذبني فكذبوه. فوالله لولا الحياء، معناه أن أبا سفيان كان يستحي من الكذب لأن الكذب وصف ذميم ولا يتصف به ذو الشرف والسيادة، فلا يمكن أن يكون السيد كذابا. وكان أبو سفيان سيدهم، فقال فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا، أي أن يروه عني ويتحدثوا به للعرب أني كذبت، لكذبت عليه لشدة عداوته له إذ ذاك. ثم كان أول ما سألني، أول سؤال هي 12 سؤالا، وجه إليه 12 سؤالا، هي أسئلة التحقيق، أسئلة التحقيق مع أبي سفيان كانت 12 سؤالا. أول سؤال قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب، هو شريف النسب فينا، فأبوه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناه بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد بن الهميسة بن قيدار بن نابت بن حمل بن ناحور بن أرغو بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن فالغ بن شالخ بن أرفخشد بن متوشلخ بن سام بن نوح بن لامك بن مهلائيل بن اليارد بن أنوش بن قينان بن شئذ بن آدم عليه السلام، وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناه بن زهرة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر إلى آخر النسب، وأم أبيه فاطمة بنت عمرو بن حائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي أيضا في هذا النسب، وأم أمه برة بنت عبد العزى بن عبد الدار بن عبد مناه ابن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة. وهكذا فنسبه هو في قريش حقيقة ذو نسب، لأنه لم يبق بطن من بطون قريش إلا وله فيه خؤولة مشرفة، وهو في وسطهم وخيارهم، فلذلك قال هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قبله قط قبله؟ سأله هل دعا أحد النبوة من قبله منكم؟ هل قال هذا القول أحد منكم قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك، هل كان في آبائه من ملك لم يكن في مكة ملك؟ وقريش كانت في الجاهلية تجتمع فقط على خدمة الحجيج وسدانة البيت، وقد جعل الله لهم الأمن بالبيت الحرام، وجعل لهم الرزق من التجارة حين آلفهم رحلة الشتاء والصيف، ولذلك امتن عليهم في القرآن بذلك لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. واختصت قريش بذلك عن قبائل بني عمومتها من قبائل العرب، ولذلك يقول الشاعر في بني أسد زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إلاف، قريش أؤمنوا جوعا وخوفا وقد خافت بنو وقد جاعت بنو أسد وخافوا. فهذا الفرق بينهم وبين قريش. فلم يدعي أحد الملك فيهم من قبل، وكان هرقل قد أرسل رجلا من قريش ليأخذ له الملك في مكة، فجاء ودعا إلى نفسه وأتى بمال يوزعه على الناس، فأعلن قريش كلمتهم المشهورة ألا إن قريش اللقاح لا تملك، لقاح لا تملك، اللقاح يرسلها أهلها ولا يريحونها إلى المراحل، فقريش كذلك لقاح لا تملك. والرواية الأخرى هل كان من آبائه من ملك،
أي من ملك مكة أو ملك العرب؟ قلت لا. قلت لا. قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ أشراف الناس وهذه الطبقة الجاهلية التي كان الناس فيها يدعون الشرف بالمال والأولاد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهذا الذي سأله عنه أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت ضعفاؤهم، فأغلب الذين آمنوا في البداية هم من الضعفاء، إما من الشباب الصغار في السن الذين لم يتمكنوا لوجود آبائهم، وإما من الفقراء وطبقة العمال كعبد الله بن مسعود وكان راعيا يرعى الغنم على الناس، وخباب بن الأرت وكان حدادا، وهكذا. فهؤلاء هم السابقون الأولون الذين اختارهم الله وشرفهم ومحى بهم عبية الجاهلية وتفاخرها، فمحى الله ذلك بأن شرف هؤلاء القوم الذين اختارهم الله لأن يكونوا أول من أسلم: بلال بن رباح وصهيب بن سنان وخباب بن الأرت وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وأمثالهم. فهؤلاء شرفهم الله تشريفا دينيا يقضي على كل ما كان أهل الجاهلية يفخرون به من الأنساب والأموال والمكان الاجتماعي. قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ هل يزيد أتباع هذا الدين أم ينقصون؟ فزيادتهم معناه أن يدخل عدد جديد في الدين، وهذا الدين أمره مثل فلق الصبح، يأتي الصبح في البداية يشك الناس هل طلع الفجر أم لا، ثم لا يزداد إلا اتضاحا وانتشارا، فهذا أمر الدين، ولا يزال كذلك حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. بسم الله. قلت بل يزيدون. قال فهل يزيد، بس كمل الجملة حتى لا ننسى. قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هذا السؤال هو عبارة عن السؤال الأول بصورة أخرى، والقضاة يعرفون هذا، يسألون سؤالا ثم يعيدون صياغته بصياغة مختلفة، فكذلك هرقل أعاد هذا السؤال بصياغة أخرى وهي قوله أيزيدنا من قصون، فأعاده بصيغة أخرى فقال أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فهو يمكن أن يرتد لا سخطة لدينه كما حصل لصهر أبي سفيان وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبيد الله بن جحش، كان أسلم بمكة وهاجر إلى الحبشة، ولكن الله لم يختره لهذا الدين ولم يثبته عليه، فزلت قدمه فارتد عن الإسلام، لكن لم يرتد سخطة لدينه، ليس لديه أي ملحوظة على هذا الدين، فلذلك قال يرتد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه. قلت لا. قال فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ هل كنتم تأثرون عليه كذبا تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. فهو معروف في الجاهلية بصدقه وأمانته وعفافه. قال فهل يغدر؟ قلت لا، لم يكن يغدر، والأنبياء كلهم كذلك. والغدر وصف ذميم وهو من صفات المنافقين، ولذلك سيأتينا قريبا في كتاب الإيمان ثلاث من كنا فيه، قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمن خان. وكذلك حديث أربع من كنا فيه: كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فقلت لا. ونحن منه في مدة، هذه استطاع أن يدخل فيها استدراكا فقط، نحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، لأنهم قد عاهدوه عهد الحديبية على 10 سنين، وغدروا قريش هم الذين غدروا، لأنه عندما أكمل الصلح نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يدخل في عهد محمد وعقده فليفعل، ومن شاء أن يدخل في عهد قريش وعقدها فليفعل. فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عهد محمد وعقده. وتواثبت بنو بكر بن كنانة فقالوا: نحن في عهد قريش وعقدهم. وكان بين كنانة وخزاعة حرب، فقريش ساعدوا بني بكر على بني
خزاعة، فجاء عمرو بن سالم يشكوهم أنهم نقضوا العهد، وكان مشركا إذ ذاك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، وهو يشير إلى حلف خزاعة مع عبد المطلب، وهذا الحلف كان مؤكدا، وفيه أن اليد قالوا: الهدم الهدم والدم الدم، ونحن يد واحدة ما بل بحر صوفة وما أن حراء مكانه. فلذلك قال: حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا، وذلك إشارة إلى خؤولة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذيل، وله أربع أمهات من هذيل. قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، لا يقصد بالإسلام الدخول في الإسلام، وإنما المقصود الدخول تحت الطاعة والعهد. فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل السيف يسمو صعدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أقل وأذل عدد، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فنصره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ثبت لديه قدر قريش، فلذلك قال: ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، الكلمة هنا بمعنى الجملة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ننال منا وننال منه، فقد قتل من قيرة قريش وصناديدهم يوم بدر 70، وأسر منهم 70، وقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيرة أهل الأرض يوم أحد 70 أيضا. فلذلك قال: الحرب بيننا وبينه سجال، والسجال معناه الدلاء، السجل الدلو، فيأتي دلو فيما له ويأتي دلو للطرف الآخر، فكانت الآبار لا تتحمل إلا دلوا واحدة، فتنزع دلو لأحد الطرفين وتنزع دلو للطرف الآخر، فهذا الذي يسمى سجالا. ومنه الحديث الاستسقاء: قطقطا سجلا، سجلا معناه يأتي منه مهلة من الغيث ثم ينقطع حتى يرتاح الناس ثم يأتي بعد ذلك. فلذلك قال: الحرب بيننا وبينه سجال، لا ندري، الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: فبماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده، يدعوهم إلى التوحيد، ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما كان يعبد آباؤكم، وذلك الأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها، ويأمرنا بالصلاة، وهذا الذي فرض إذ ذاك قبل الهجرة، والصدق في القول والعفاف أي ترك المحرمات المذكورة، والصلة صلة الأرحام. وقد ذكرنا البارحة قول خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتصل الرحمة، فقد كان يدعوهم إلى الصلة. ونرجع إن شاء الله بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بلغنا في حديث أبي سفيان إلى تعليق هرقل على الأسئلة والأجوبة واستنتاجه منها، فهذه نتيجة التحقيق يعلنها هرقل ملك الروم. فقال للترجمان، أي قال هرقل للترجمان: قل له، أي قل لأبي سفيان: إني سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. سنة الله في الرسل، أي شيء منفر ينقص دعوتهم وتأثيرهم ممنوع، فلذلك يستحيل في حقهم كل ما هو عيب عند الناس. الأمور التي فيها عيب عند الناس تمنع السماع منهم وتمنع الاستجابة لدعوتهم، تمنع عن الرسل الكرام، فلذلك يختارهم الله من أشرف أنساب قومهم، ومن مكان التأثير والصدق، ومن مكان المحبة، المكان الذي يكون محبوباً عند الناس جميعاً، حتى يبلغوا رسالات الله وحتى يؤثروا في الناس. كذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك،
هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن لا؟ فقلت لو كان قال لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قد قيل قبله بقول قيل قبله. هو سأله هل قال أحد منكم هذا القول قبله، معناه هل ادعى أحد منكم الرسالة والنبوة قبله؟ فأبو سفيان ذكر أن لا، ليس في قريش من ادعى النبوة ولا الرسالة. فهرقل علق على ذلك بأنه لو كان قال أحد منكم قال هذا كان أحد منكم دعا النبوة أو الرسالة قبله لكان هذا من المعقول أن يكون هو يقتدي يتأسى، معناه يقتدي بقول قد قيل قبله، فهو يبحث يدقق في التحقيق. تأسى وأتسى بمعنى اقتدى. وسألتك هل كان من آبائه من ملك أو من ملك، أي هل تولى الملك أحد من آبائه؟ فذكرت أن لا. فقلت لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. لو كان من آبائه من ملك يمكن هو يريد ملك أبيه، يريد مكانة معينة ولا يصل إليها إلا بدعوى الرسالة أو النبوة أو نحو ذلك، لكن لم يكن من آبائه من ملك أو من ملك. وهنا تنبيه فقط إلى أن الفرق بين الملك والملك أن الملك بكسر الميم هو ما تملكه أنت، فتقول هذا الكتاب ملك لفلان ولا تقول ملك لفلان. أما الملك فهو السلطان، الملك السلطان، والملك الحيازة الخاصة المعتبرة شرعا، فتقول هذا البيت ملك لفلان أو تقول هذه الدولة ملك للملك الفلاني. فالملك هو السلطان، والملك بكسر الميم هو الذي يسمى هو ملك اليمين. نعم. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، أي قبل أن يدعي الرسالة؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف، قد هنا للتحقيق، وقد التحقيقية تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، تدخل على المضارع كقول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وكذلك قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، وتدخل على الماضي مثل قد أفلح المؤمنون، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا قد التحقيقية تدخل على الماضي وعلى المضارع. فقد أعلم أنه قد أعلم دخلتنا على المضارع أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. ليس من المعقول أن يكون الإنسان لا يكذب على الناس ومعروف بالصدق ثم يتجاسر على الكذب على الله جل جلاله. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، فأتباع الرسل سنة الله فيهم أن المستضعفين في الأرض هم الذين يريد الله تمكينهم. ولذلك في قصة موسى وفرعون قال الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وهذه سنة ماضية إلى يوم القيامة، فالمستضعفون هم الذين يجيبون دعوات الحق وهم أنصار دعوة الحق دائما في كل زمان ومكان. ولذلك فإن نوحا عليه السلام لما خاطبه قومه لم يجدوا ملحوظة عليه هو، ولكن وجدوا أن أتباعه ليسوا في المقام الذي يريدونه، فقالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وهؤلاء هم أتباع الرسل دائما في كل زمان.
وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. أمر الإيمان أي أمر هذا الدين، فهو في زيادة دائما وانتشار حتى يتم، وسيتمه الله سبحانه وتعالى فيبلغ ما بلغ الليل والنهار. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب. سألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه، معناها بغضا له وكراهية له، بعد أن يدخل فيه، وذلك لأنه عرف من حقيقته ما لم يكن يعرفه. فكثير من الدعوات والأيديولوجيات يدخلها الإنسان تقليدا أو اغترارا ببعض الظواهر أو تأثرا ببعض الأصحاب، فإذا دخلها وعرف حقيقتها سخطها وعرف باطلها. أما الدين فلا يزداد فيه الإنسان إلا يقينا، يأتي الإنسان في البداية وإيمانه به ضعيف، ثم يزداد إيمانا ويزداد قوة في أمر دينه، كلما ازداد معرفة به، كلما ازداد تعلقا به ومحبة له وقناعة به. فلذلك قال كذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب. كذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب، وبشاشة القلوب سويداؤها وباطنها، أو حين تخالط بشاشته القلوب، حين تخالط بشاشته أي نوره القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر، والغدر قبيح لأنه لا يكون إلا عن ضعف ومسكنة. وسألتك بما يأمركم، فما في الاستفهام إذا جرت حذف ألفها، كقول الله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عما يتساءلون عن حرف جر، وما الاستفهامية اسم وحذفت الألف منها لاتصالها بعن فجعلتا بمثابة الكلمة الواحدة، ولذلك تكتب عم كلمة واحدة. وكذلك فيما أنت من ذكراها فيما، وإذا وقف عليها قيل عمه فيما بهاء السكت. فلذلك الرواية هنا وسألتك بما يأمركم، معناه بأي شيء يأمركم. أما رواية الإثبات، إثبات الألف، فهي إما أن تكون في الرسم أي في الكتابة فقط ولا تنطق، وإما أن تنطق على الأصل، على أن الأصل ما الاستفهامية. بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان. اختصر جواب أبي سفيان في قوله ودعوا ما كان يعبد آباؤكم، فاختصرها بقوله وينهاكم عن عبادة الأوثان واتركوا ما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فهذه من فضائل الأعمال ومن معالي الأمور، فلا يأمر بها إلا من كان صادقا فعرف صدقه من خلال ما يأمر به. فإن كان ما تقول حقا، هو ما زال إلى الآن لم يجد إلا شهادة شخص واحد وهو أبو سفيان وسكوت أصحابه عنه تصديق له، لكن ما زال يرغب في زيادة تحقيق في المسألة، فلذلك قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. سيملك أي دينه، وليس المقصود حتى في حياته. فالرسول صلى الله عليه وسلم وعده الله بالفتح المبين وبدخول الناس في دين الله أفواجا، ولكن جاء في أربع آيات من القرآن بيان أن ذلك يمكن أن يكون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل قوله تعالى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناه، ماذا الاحتمال الثاني في حياتك. وكذلك في أربع آيات أو في ثلاث آيات أخر ذكر هذا الاحتمال،
وهذا من حكمة الله العظيمة، لأنه تسلية للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وللمخلصين دائما، أن المقصود أن ينجحوا في تقربهم إلى الله وفي طلبهم لرضاه، وليس المقصود أن ينجحوا في الوصول إلى أهدافهم وتحقيق خططهم، فهذا يمكن أن يتحقق في حياتهم ويمكن أن لا يتحقق فيحققه الله فيما بعد. ولذلك لم تفتح أرض هرقل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فتحت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فتحها أصحابه الكرام، وموضع قدميه إذ ذاك قد وصل إليه الفتح، ففتحه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فلذلك قال: فسيملك موضع قدمي هاتين، ولو كنت أعلم أنه خارج، نعم، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه فيكم، أنه منكم. قد كنت أعلم أنه خارج لأنه يعلم أن نبي الأميين قد بشر به المسيح ابن مريم عليه السلام، وأخبر أنه سيخرج عندما ينسى الناس الكتاب، وأمر عيسى ابن مريم أتباعه أن ينصروه، وأخذ عليهم العهد على ذلك. وهذا العهد أخذه الله على جميع الأنبياء من لدن نوح عليه السلام إلى نهايتهم، ولذلك أكده الله في سورة آل عمران، فقال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد جدد الله هذا العهد على نبيه موسى عليه السلام في وقت الشدة، عندما تزلزلت الأرض تحت قدميه هو وأصحابه، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فأخذ الله عليه هذا العهد، فجدد العهد الذي أخذ على جميع الأنبياء على نبيه موسى وكليمه في هذا الوقت، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلذلك كان يعلم أنه خارج، كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج مبعوث لا محالة، وقد عرف كثير من الأحبار والرهبان أنه قد أضل زمانه وأن علامات مخرجه قد ظهرت. لم أكن أظن أنه منكم أي من العرب، فقد كان الروم إذ ذاك يحتقرون العرب ويعتبرون أنهم همج وأنهم أمة أمية، فشرفهم الله ببعثة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فجعلهم سادة الأمم كلها، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لم أكن أظن أنه منكم، فلو أعلم أني أخلص إليه لتششمت لقاءه، لو أعلم أني أخلص إليه أي أصل إليه
وذلك خوفا من غدر الروم به، لتششمت لقاءه، أي لقطعت المسافات وأجهدت نفسي حتى أصل إليه. تششم المسافة أي سعى لاعتسافها وقطعها، كما قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي: وليلة ذي دوران ششمني السرى، وقد يشم الهول المحب المغرر. فلذلك قال: لتششمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. هذا غاية التعظيم لدى الروم، فلم يكن الروم أهل نظافة، واستمر ذلك حتى في أوروبا في العصور الوسطى لم يكونوا يغسلون أرجلهم، وعرفوا أن العرب بالإسلام أصبحوا أهل نظافة وأنهم يغسلون أرجلهم، والأرجل عندهم هي غاية الوساخة والقذارة في الروم. فقال: لو كنت عنده لغسلت عن قدميه. رواية جمهور الذين رووا صحيح عن قدميه بالتثنية، ورواية أبي ذر الهروي: لو كنت عنده لغسلت عن قدمه بالإفراد. عن قدمه، والمقصود عن قدميه معا، لأن المفرد إذا أضيف إلى الضمير يعم. وذلك مثل قول الشاعر: بهاجية والحسرى، فأما عظامها فبيض، وأما جلدها فصليب. أما جلدها أي جلودها، لأنه مفرد أضيف إلى الضمير، فعمك قول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. فأفرد العم والخال، لكن أضافه إلى الضمير، وإضافته إلى الضمير تعم. المقصود بنات عمك عموما من قبيلتك، وبنات خالك بنات أخوالك عموما من قبيلتك، ولا يقصد به عم واحد ولا خال واحد. لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دعا هرقل بعد هذا إعلان هذه نتيجة التحقيق، إعلان نتيجة التحقيق، دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبية إلى ملك غسان ليوصله إلى هرقل. وغسان كانوا هم سكان الشام. الشام كان يسكنه 4 قبائل عربية في الجاهلية، وهم من القبائل التي نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وقحطان ابن هود عليه السلام. وقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم له 10 قبائل كما في سنن الترمذي، ونظم ذلك البدوي رحمه الله في عمود النسب، فقال: لسبأ بن يشجب بن يعرب سليل قحطان قريع العربي نسب خير مرسل بنينا 10 الأسد لشعرينا وحميرا ومدحجا وكندة أنمار سادس لهم في العدة وقد تيامنوا، ومن تشامله غسان لخم وجذام عاملة. الذين تشاءموا أي سكنوا الشام من ذرية سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 4 قبائل: غسان ولخم وجذام وعاملته. فبنو غسان كان فيهم الملك، وكانوا يسكنون بدمشق وما حولها، وبنو لخم كانوا يسكنون أرض فلسطين وكذلك عاملته. وملوك غسان كانوا ما بين لبنان ودمشق، ولذلك قال النابغة الذبياني في قصيدته التي يمدح بها الحارث بن أبي شمر الغساني: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآئب. هذه يقول فيها، وللحارث البكري سيد قومه: يقنت له بالنصر إذ قيل قد غزت كتائب من غسان غير أشائب، بنو عمه دنيا وعمر بن عامر، أولئك قوم مجدهم غير كاذب، إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب، يصاحبنهم حتى يغرن مغارهم من الضاريات بالدماء الدوارب، لهن عليهم عادة قد عرفنها، إذا عرضوا الخطية فوق الكواثب ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، تخيرن من أيام يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب،
تقد السلوقي المضاعف نسجه وتوقد بالصفاح نار الحباحب. هذه يقول فيها يقول وللحار يقول لئن كان للقبرين قبر بجلق، جلق هي دمشق، وقبر بصيداء الذي عند حاجبي، صيداء في لبنان، لئن كان للقبرين قبر بجلق وقبر بصيداء الذي عند حاجبي. وكذلك يقول فيهم حسان بن ثابت رضي الله عنه: أبناء جفنة حول قبر أبيهم نجل بن مارية الكريم المفضل يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسل. والبريص هو أرض الغوطتين، غوطتي دمشق، غوطة الشرقية والغربية. يسقون من ورد البريص عليهم بردا، بردا نهر دمشق، بردا يصفق بالرحيق السلسل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. و ملك غسان إذاك أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب مع دحيته، فأرسل به ملك غسان إلى هرقل. والرسول الذي أرسل به ملك غسان لا نعرفه من هو، لكن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك غسان هو دحية بن خليفة الكلبي. فجاء الكتاب إلى هرقل فاحتفظ به، فلما كمل التحقيق دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، قرأه الترجمان لأن الكتاب بالعربية، فإذا فيه، أبو سفيان لم يكن يعلم عن الكتاب شيئا، فإذا فيه، ودليل أنه لم يكن يعلم ما هو، إذا الفجائية، فإذا فيه، إذا يسميها العرب الفجائية، معناها التي تكون مفاجئة للإنسان في أمر لم يكن يتوقعه. فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وهنا وصفه بما فيه، فدل ذلك على جواز وصف الكافر بالخير الذي فيه، فيجوز مدح الكافر بما فيه من الخير. ولذلك فإن حسان رثى المطعم بن عدي بن الخيار بن نوفل بن عبد مناف بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مات المطعم على الشرك، وقال فيه حسان رضي الله عنه: ولو أن مجدا خلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قال: لو أن المطعم بن عدي حي وكلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. فوصف الكافر بما فيه من الحق لا حرج فيه، وقد ثبت في صحيح مسلم أن عمرو بن العاص وصف الروم بخمس صفات أثنى عليهم بها. فلذلك قال عظيم الروم، والعظيم هنا تشمل مكانته الاجتماعية فيهم وقيادته لهم وملكه لهم. والروم هم سكان المنطقة التي يسميها الناس الآن تركيا، فهي في الأصل هي أرض الروم. ولذلك في تاريخ الإسلام بعض المؤلفات المختصة بعلماء الروم، الدر المنظوم في تراجم علماء الروم، علماء الروم أي علماء منطقة تركيا، علماء الروم منهم أبو السعود ومنهم البيضاوي ومنهم النسفي، عدد من العلماء المشاهير من تلك المنطقة. والترك إنما جاءوها مع فتح محمد الفاتح، وهم جاءوا في الأصل من تركمان الشرقية، تركمانستان الشرقية. ولذلك أبو طالب في الجاهلية يقول: لقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، يودون كرها من سفاهة رأي، يودون لو أنا من لو يودون أنا من سفاهة رأيهم تسد بنا أبواب ترك وكابل، أبواب ترك وكابل. كابل عاصمة أفغانستان، فتركمانستان مجاورة لأفغانستان، فلذلك جمعهما أبو طالب فقال: تسد بنا أبواب ترك وكابل. سلام على من اتبع الهدى. من آداب الرسالة أن يكون فيها التسليم على من أرسلت إليه الرسالة،
ولكن السلام هنا تأمين أمان، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ليعطيه الأمانة وهو كل وقت يغزو يهدد بغزو المدينة. وقد خرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بغزوة تبوك بعد أن أرسل إليه بعث مؤتة، ثم أوصى أن يرسل إليه بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة. فلذلك لم يصرح بالسلام عليه هو، بل قال سلام على من اتبع الهدى. وهذه هي تسليم موسى عليه السلام وهارون على فرعون، فقال والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أما بعد، هذه الكلمة هذه الجملة أما بعد أصلها أما بفتح الهمز والتشديد هي التفصيل والتأكيد والتقسيم، فهنا جاء بها معناه بعد المقدمة المذكورة من حمد الله والثناء عليه والسلام على من اتبع الهدى، أما ما بعد ذلك. وبعد ظرف، وهو من الظروف الأربعة التي لها أربع حالات: إما أن تضاف فيذكر المضاف إليه، وحينئذ تعرب إعراب الظروف المتصرفة، إعراب الظروف، إما أن تنصب وإما أن تجرب من خاصة ظروف غير المتصرفة، وإما أن تفصل عن الإضافة لفظا وتقديرا، فحينئذ تعرب إعراب الأسماء المنكرة، يقال قبدا قبلا وبعدا، وإما أن تضاف فيحذف المضاف، فلها حينئذ حالتان: إما أن ينوى لفظه وإما أن ينوى معناه، فإن نوي لفظه بقيت على جرها: من قبلي ومن بعدي ومن قبلي نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولا عليه العواطف، ومن قبلي نادى رأى من قبل ذلك. وإما أن ينوى معنى المضاف دون لفظه، وحينئذ تبنى على الضم: لله الأمر من قبل ومن بعد، مبنية على الضم. لكن إذا قلت كذبت قبلهم قوم نوح فإنها تنصب، وإذا قلت من قبلهم من بعدهم فإنها تجر بمن خاصة، وهذا هو الظرف غير المتصرف. وهنا قال أما بعد، وكان العرب يقولونها في خطبهم، وهي دليل على فصاحة المتكلم وعنايته بكلامه. ولذلك يقول الشاعر: لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. ودائما لا بد أن تأتي بعدها الفاء، لأن أما فيها معنى الشرط، فالشرط إذا كان جوابه لا يصلح لمباشرة الشرط وجب اقترانه بالفاء أو إذا، كما قال ابن مالك: وقرن بفن حتما جوابا لو جعل، شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. وتخلف الفاء إذا المفاجأة، كإن تجد إذا لنا مكافأة. فإني أدعوك بدعاية الإسلام. الدعاية والدعاوة هي الدعوة، بدعاية الإسلام معنى أدعوك إلى الإسلام. ما هي دعاية الإسلام؟ أسلم تسلم، أسلم معناه أدخل في الإسلام، تسلم تسلم من عذاب الله، وتسلم أيضا من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤتك الله أجرك مرتين. هنا روايتان، إحداهما أن تجعل هذه الجملة جملة تفسيرية لما قبلها: تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. والرواية الأخرى: ويؤتك الله أجرك مرتين. يؤتك الله أجرك مرتين، وذلك أن من آمن بنبي سابق ثم آمن بالنبي الأمي صلى الله عليه وسلم يؤتيه الله أجره مرتين، كما سيأتينا قريبا إن شاء الله في حديث عامر الشعبي. يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. فإن توليت معناه عن دعاية الإسلام وامتنعت عنها، فإن عليك إثم الأريسيين معناه كل أتباعك من المزارعين والحراث وغيرهم إثمهم جميعا عليك، لأنك أنت الذي منعتهم من الإسلام وحلت بينهم وبينهم. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين.
والأريسيون هذه كلمة من لغة الروم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرب بعض الكلمات من كلام العجم فيدخلها في العربية فتكون عربية. ومفرد الأريسيين أريسيون أو إريسيون، وهو المزارع في الأصل. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا لم يكن أنزل إذ ذاك، فهي آية من سورة آل عمران، ولم تنزل سورة آل عمران إلا عند مجيء نصارى نجران في العام التاسع من الهجرة. وكان مجيء الكتاب إلى هرقل قبل مجيء أبي سفيان، وأبو سفيان أتاه في المدة التي ماده فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما بين شهر ذي القعدة من العام السادس من الهجرة إلى شهر رمضان من العام الثامن من الهجرة. هذه مدة المماد. هذه المدة لم تنزل فيها إذاك هذه الآية، فإنما نزلت في العام التاسع من الهجرة، ولذلك لم يأتي اللفظ موافقا للفظ الآية. فلفظ الآية في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، واللفظ الذي في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أهل الكتاب بدل قل الواو العاطفة. ويا أهل الكتاب هذا خطاب لمن وراءه، ليس لهرقل وحده بل لأهل الكتاب جميعا من اليهود والنصارى والصابئين. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي مساوية بيننا وبينكم، فمن قالها كان أخا لنا، وذلك عندما يلتزم بمقتضاها. فالشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من قالهما والتزم بمقتضاهما كان أخا للمسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم. ولذلك قال الله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا التوبة من الشرك لا تكون إلا بالشهادتين، المشرك لا يتوب إلا بالشهادتين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة هذا الركن الثاني من أركان الإسلام، وآتوا الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام إذاك، فإخوانكم في الدين، تتحقق الأخوة في الدين بذلك. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وهذا شهادة لا إله إلا الله، وهو مقتضٍ أيضا لشهادة أن محمد رسول الله. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فهم كانوا يعبدون المسيح ابن مريم وأمه. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا، معناه امتنعوا عن ذلك، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فنحن مسلمون حنيفيون على هذه الملة. قال أبو سفيان، أي قال ابن عباس، قال أبو سفيان فلما قال ما قال، أي قال هرقل ما قال، وهو أنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الأمي، وأنه كان يعلم أنه خارج ولم يكن يظن أنه من العرب، وذكر أنه مستعد لاتباعه، ولو كان يعلم أنه يخلص إليه لتجشم لقاءه، لو كان عنده لغسل عن قدمه. لما قال كل ذلك وفرغ من قراءة الكتاب، أو فرغ هو من قراءة الكتاب، كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، لأنه كان عنده عظماء الروم، وأخرجنا، فالآن أصبحت الجلسة مغلقة بينه وبين بطارقته من عظماء الروم يتفاوضون في هذا الأمر. وأخرجنا، قلت لأصحابي، أي فقلت، قال أبو سفيان فقلت لأصحابي لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر معناه عظم أمر ابن أبي كبشة. وابن أبي كبشة لقب كانوا يطلقونه على النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو كبشة هو الحارث زوج حليمة التي أرضعته، وهي حليمة السعدية، فهي أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس ينسبون أولادهم إلى المراضع، فإما أن يقولوا ابن حليمة أو ابن أبي كبشة وهو زوج حليمة. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة،
إنه ليخافه ملك بني الأصفر. هذا استعظام من أبي سفيان لأمره، فقال إنه يخافه، أي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافه ملك بني الأصفر، وبنو الأصفر هم الروم، وجدهم الأصفر هو ابن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام أخو يعقوب. ولذلك قال أبو تمام في فتح عمورية: يا يوم وقعت عمورية انصرفت منك المنى حفلا معسولة الحلب، أبقت بني الأصفر المنزوف كاسمهم، فبني الأصفر المنزوف الذي نزف دمه كاسمهم كبني الأصفر كالأصفر، فقد أصبحوا صفر الوجوه من الهزيمة والخجل. فما زلت موقنا، أبو سفيان يقول ما زلت موقنا أنه سيظهر، أي في النفس الباطنة لديه، وإلا فلم يحصل له اليقين، لو حصل له اليقين لجاء وأسلم. ما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام، وذلك في رمضان من العام الثامن من الهجرة في فتح مكة، حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور، هذا من كلام أبي سفيان، يقول وكان ابن الناظور أو ابن الناطور، الناظور في الأصل هو الناظر والحارس، ويسمونه الناطور أيضا بالإهمال، فهو بالإعجام والإهمال، ومنه ناظر الوقف ويسمى ناظورا أيضا، فهو ابن الناطور. هذا كان من علماء أهل الشام الروم، صاحب إيلياء وهرقل، كان صاحب إيلياء أي ملك بيت المقدس أو أمير بيت المقدس، وكان تابعا لهرقل، فكان صاحبا لهرقل أيضا، أسقفا على نصارى الشام. هو له وظيفتان، وظيفة دينية ووظيفة دنيوية. فالوظيفة الدينية أنه كان أسقفا، أي رئيسا في الديانة النصرانية على نصارى الشام جميعا. ووظيفته الدنيوية أنه كان أمير إيلياء، وهي مدينة القدس، وهو من العرب، فسكان تلك المنطقة جميعا كانوا عربا. فابن الناظور لا نعرف اسمه، لكن اسم أبيه اسم عربي، فهو من العرب، وسكان بيت المقدس ذاك كانوا عربا في الجاهلية. كان أسقفا أو سقفا، الأسقف والسقف لقب من الألقاب الدينية، فهو مثل ما نقول نحن الآن البابا والكاردينال، هي من الألقاب الدينية عندهم، على نصارى الشام. يحدث، كان يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح خبيث النفس، معناه يوم من الأيام جاء إلى بيت المقدس فأصبح خبيث النفس أي منزعجا، وكان هرقل أصبح خبيث النفس، فقال بعض بطارقته، بطارقته معناه حراسه وقادة جيشه: قد استنكرنا هيئتك، معناها عرفنا في وجهك قلقا وحزنا، فما سببه؟ قال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، كان هرقل على علم من علم الكتاب، وكان حزاء ينظر في النجوم، فينظر فيها فيحاول التطلع على الغيوب من خلالها، وهذا هو التنجيم الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صدق كاهنا أو منجما أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. والمنجم الذي ينسب الكائنات إلى النجوم ويرى أن الأفلاك متصرفة في الكون. ولكن التنجيم ثلاث درجات: الدرجة التي هي كفر هي نسبة التأثير في الكائنات إلى غير الله جل جلاله كنسبته للنجوم، هذا كفر إجماعا، ولا يصدق صاحبه ولا يؤتى ولا يسأل أصلا،
لا يجوز سؤالها عن شيء من المغيبات، وهو مثل الكاهن ومثل الساحر. القسم الثاني الذي لا ينسب الكائنات إلا لله، ولكنه يرى أن الله أجرى العادة بحصولها، فيرى أنه بطلوع النجم الفلاني عادة تقع مشكلة أو كارثة، أو بطلوع النجم الفلاني يأتي المطر أو كذا. فهذا إذا لم ينسب ذلك إلى النجم ليس بكافر، ولكن ما قاله ممنوع، فإن هذه أمور غيبية لا يتحدث عنها إلا عن طريق الوحي، والوحي ليس فيه أن نجما علامة على شيء. القسم الثالث الذي لا ينسب الكائنات إلى غير الله، ولا يرى أن ذلك من عادات الزمان وسننه، وإنما يرى أن الأغلب أنه أن النجم الهلالي يطلع الآن عند طلوع الفجر، وأن يدخل الشتاء النجم الهلالي ويعرف مواقع النجوم، فهذا لا إشكال فيه، هذا جائز من الأمور الجائزة. وهذا التفصيل هو الذي نظمه أحد علمائنا، وهو الشيخ عبد القادر بن محمد بن محمد سالم المجلسي رحمة الله عليهما، قال: إذا كان ذو التنجيم بالله مؤمنا ولم ينسب التأثير أصلا إلى النجم، وقال بجعل الله نجما علامة على محدث لله، فهو أخو جرم وذو جرحة حتى يتوب، ولم يجز لذي شرعة تقليده عند ذي العلم. عزاه ابن فرحون الإمام لأوحد خبير بتحصيل المسائل والفهم، أبيد لفي الدنيا لأغر ابن رشدهم عن السيد المرضي سحنون ذي العلم. وسوَّغ هذا المازري لقوله عليه صلاة الله في البدء والختم: إذا نشأت بحرية وهو ظاهر، وقد جاء فيه ما يدل لذي الحكم. أشار هنا إلى أن المازري أباح أن يجعل النجم علامة لما أخرج مالك في الموطأ من البلاغات الأربعة التي لم يصلها أبو عمر بن عبد البر، هذا واحد منها، وهو: إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. إذا نشأت بحرية، إذا نشأ المطر بحريا أي جهة الغرب بالنسبة للمدينة، ثم تشاءمت اتجهت إلى الشمال جهة الشام، فتلك عين غديقة، معناها الغالب أنها سيكون مطرها غزيرا. فهذا ليس عن وحي، وإنما هو عن تجربة فقط، فدل ذلك على أن ما كان من التجارب هو مثل معرفة مواقع النجوم ومعرفة المنازل. والمنازل تعرف بها حالات القمر ويعرف بها التوقيت، وهي من العلوم المفيدة النافعة، ولذلك لا يحرم الاشتغال بمعرفة أسباب الكسوف أو أسباب الظواهر الكونية. وقد قال جدي رحمه الله: فائدة لا يحرم اشتغال بسبب الكسوف فيما قالوا، ولم يكن من المهم العيني وعمدتي في ذلك الرعيني. الرعيني هو الحطاب شارح خليل بمواهب الجليل. فالمعرفة مواقع النجوم ومعرفة المنازل هذا من العلوم المطلوبة شرعا، ولذلك قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه نظر إلى الهلال ليلة أهلة فقال: أيها الخلق المتردد في منازل التقدير والمتصرف في فلك التدبير، آمنت بمن نور بك الظلم وأسفر بك البهم، وجعلك آية من آيات وحدانيته، وعلامة من علامات سلطانه، وامتحنك بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف، وفي كل ذلك أنت له مطيع وإلى أمره سريع، فسبحان الذي صورك وصورني وقدرك وقدرك منازل. فمعرفة ذلك لا حرج فيه. فالمهم أن ما كان هرقل يعرفه هو الحزاءة، وهي النظر في النجوم لمعرفة تطورات العالم وما يحصل فيه من الأحداث. وقد كان المنجمون من الروم عرفوا في الجاهلية بذلك، واستمر ذلك إلى الإسلام، لما أراد الخليفة المعتصم وهو ثامن خلفاء بن العباس غزو عمورية، وهي أنقرة، أنقرة الآن عاصمة تركيا كانت تسمى عمورية في الجاهلية، أراد غزوها، جاء المنجمون فقالوا: لقد طلع المذنب، أي الكوكب الذي له ذنب، فيدل ذلك على سقوط دولة، ولا نرى أن تغزو في هذا الوقت، وحذروه من ذلك. فلم ينصت لهم
وخرج في غزوته، وكانت فتحا مبينا، وهي التي خلدها أبو تمام حبيب بن عوسٍ الطائي في قوله: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في صحف الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهوب. فرد على المنجمين فقال: تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا يلب. وهذه الغزوة خلدها فقال: إن كان بين ليالي الدهر من نسب موصولة أو ذمام غير مقتضب، فبين أيامك اللائين صرت بها، وبين أيام بدر أقرب النسب. فالشمس طالعة من ذا وقد وجبت، والشمس واجبة من ذا ولم تجب، صبح من النار، والظلماء عاكفة، وظلمة من سواد في ضحى شحب، لم تغرب الشمس فيه يوم ذاك على بان بأهل، ولم تطلع على عزب. وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر. قال هرقل لهم، أي لبطارقته، حين سألوه وقالوا: قد استنكرنا هيئتك حين أصبح خبيث النفس. قال: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر. وفي رواية أن ملك الختان قد ظهر. عرف من إلقاء الشياطين إليه ومن خلال هذا العلم الذي هو علم التنجيم، وهو من علوم الشر ولا خير فيه، ومن التطلع على الغيوب التي نهينا عن التطلع عليها، عرف أن ملك الختان قد ظهر، ملك الأمة التي تختتن قد ظهر. والختان هو قطع القلفة، وهي الجلدة التي تغطي رأس الذكر، وهو ليس من تغيير خلق الله، بل هو من سنة إبراهيم عليه السلام. فتغيير خلق الله هو مثل تبتيك آذان الأنعام، ومثل الوشم والوشر، ومثل نمص الحاجبين، فهذا هو تغيير خلق الله الممنوع. أما الختان فهو مصلحة للإنسان، فلذلك ليس من تغيير خلق الله المذموم، بل هو ممدوح، وهو من سنة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وقد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة هي التي تختتن، وقد كان اليهود يختتنون أيضا بما بقي معهم ملة إبراهيم عليه السلام. فهو قال إنه رأى أن ملك الختان أو ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة، أي من أهل ذلك الزمان؟ النصارى لا يختتنون طبعا، ولذلك قال أبو نواس في فتية جعلوا الصليب إلههم: حاشاي إني مسلم معذور، حاشاي إني مسلم معذور، أي مزال العذرة، وهي الختان القلفة، أي أنهم مختون. فالنصارى لا يختتنون، ومنهم هرقل، فلذلك قال: فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم. فاليهود أهل الذلة والمسكنة، ولا يمكن أن يكون لهم ملك في نظر بطارقته، فلا يهمنك شأنهم. واكتب إلى مدائن ملكك، أي إلى الأمصار جميعا، فيقتلوا من فيهم من اليهود حتى لا يتحقق هذا الذي رأيت. فبينما هم على أمرهم أن يتهيئون لقتل اليهود، أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان، هذا رجل استخبارات، أرسل به ملك غسان من دمشق إلى فلسطين ليلقى هرقل بخبر جديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجمع الأخبار عنه، فيرى أن هذه الدولة الجديدة مهددة لملكه، كما كان كسرى أيضا يرى أنها مهددة لملكه. هذا الرجل لم يسمى، طبعا رجال الاستخبارات بقديم الزمان لا تعرف أسماءهم ويتنكرون، فلذلك قال: برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل، أي سأله عن الخبر، قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. رأى أن هذا يمكن أن يكون متعلقا بما رأى في النجوم، فقال: اذهبوا به. ما لم يكن من الأدب أن يؤذي ضيفه وأن يكشف ملابسه بحضرة الملك، فقال: اذهبوا به فانظروا أمختتن هو.
أم لا؟ وهذا للتحقيق، لأنه قد يسأله فيجيبه ولكن قد لا يصدق في جوابه، فأراد أن يكون ذلك عن قناعة. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة، قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، أي بأرض الروم، ورومية هي مدينة هرقل وهي اسطنبول، وكانت تسمى رومية، وروما أيضا تسمى رومية، وكلتاهما تسمى القسطنطينية. روما التي في إيطاليا وهي عاصمة الفاتيكان، هي التي فيها الفاتيكان، تسمى رومية وتسمى القسطنطينية، وإسطنبول تسمى رومية وتسمى القسطنطينية، لأن الملك الذي بناهما من ملوك الروم اسمه قسطنطين، بنى المدينتين معا. والرسول صلى الله عليه وسلم حدث عن فتحهما في آخر الزمان، فسئل عن ذلك فقال مدينة هرقل تفتح أولا، ومدينة هرقل هي إسطنبول، تفتح أولا فقد فتحت. ولذلك جاء في الحديث فلنعم الأمير وأميرها ونعم الجيش جيشه. وبعد ذلك تفتح روما، وستفتح في آخر الزمان قبل خروج الدجال بسبع سنين. وكان نظيره في العلم، أي كان هذا الرجل الذي برومية نظير هرقل في العلم. وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص، أي لم يبرحها، لم يخرج من حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل. جاءه كتاب من صاحبه الذي في رومية يوافق رأي هرقل أن العرب قد ظهر ملكهم، على مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما يدل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم، أي جمعهم وهم قادة الجيوش وأهل السياسة والفكر من الروم، فجمعهم جميعا في دسكرة، أي قصر. دسكرة القصر الذي غطاؤه قبة ويكون بهوا، أي واسعا، وهذا الذي يسمى بالدسكرة. ولذلك يقول يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ولها بالماطرون إذا أكل النمل الذي جمع خرفة حتى إذا ارتبقت ذكرت من جل قنبيعا بقباب حول دسكرة حولها الزيتون قد ينعى بقباب. لها بالماطرون، الماطرون هي قلعة دمشق المعروفة الآن. ولها بالماطرون إذا أكل النمل الذي جمع، وذلك في الصيف، النمل يجمع فيأكل في الصيف، إذا أكل النمل الذي جمع خرفة، أي بقاء في الخريف، حتى إذا ارتبعت، أي كان وقت الربيع، ذكرت من جل قنبيعة بقباب حول دسكرة حولها الزيتون قد ينعى، وذلك في الأطراف، في الحدائق في أطراف دمشق. وهذه الماطرون أيضا هي التي ذكرها عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنهما، فقال طال ليلي وبت كالمجنون واعترت لي الهموم بالماطرون، صاحي حي الإله حيا ودارا عند أصل القناة من جيروني، عن يساري إذا خرجت من الباب وإن كنت داخلا في يميني، وهي بيضاء مثل اللؤلؤة الغواص ميزت باللؤلؤ مكنوني، تجعل المسك واليلنجوج والند صلاء لها على الكانون، ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشي في مرمن مسنوني، وإذا ما نسبتها لم تجدها في سناء من المكارم دوني. في دسكرة له بحمصة، ثم أمر بأبوابها فغلقت، أمر بأبواب تلك الدسكرة فغلقت، ثم اطلع من مكان مرتفع على الروم فخاطبهم ليسمعوه جميعا، كأنه على منبر، والمنبر معناه آلة النبر، والنبر رفع الصوت، النبر رفع الصوت. ولذلك في القراءة إذا كانت الهمزة محققة يقال منبورة، هي ينطق بها نبرا، فالهمزة صعبة النطق كما قال ابن بري رحمه الله، والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوه وأبدلوه حرف مد محضا ونقلوه للسكون رفضا.
فارتفع عليهم فخاطبهم فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد؟ الفلاح صلاح الدنيا والآخرة، والرشد اختيار ما هو خير لكم، وأن يثبت ملككم، أي أن يستمر فيكم الملك، فتبايعوا هذا الرجل، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاصوا، أي هربوا وفروا، حيصة حمر الوحش، أي حيصة شديدة جدا، إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فوجدوها قد غلقت، وذلك بأمر هرقل. فلما رأى هرقل نفرتهم، أي هروبهم من العرض الذي عرض عليهم، وأيس من الإيمان، أيس أن يؤمنوا، قال: ردوهم علي، أي قال لبطارقته وجنوده: ردوهم علي. فردوهم عليه، وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم. هذا القول الذي قلته كأنه يريد أن يقول لهم: لم أكن مقتنعا به، وإنما قلته اختبارا لشدتكم على دينكم، فقد رأيت شدتكم على دينكم. فسجدوا له ورضوا عنه. وهذا شأن الملوك الذين يخدعون رعيتهم، فهو مقتنع بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبأن ما هو عليه حق، ولكنه كان غاشا لرعيته، فبين لهم أنه إنما قال ذلك من غير قناعة، وأنه قاله ليختبر به شدتهم على دينهم فقط. فكان ذلك آخر شأن هرقل، كان ذلك الموقف الذي حصل آخر شأن هرقل، فلم يكن له بعد ذلك ذكر يذكر، لأنه لم يرجع إلى الشام بعد هذا، وهزمت جيوشه وفتحت الشام، ثم فتحت مدينة هرقل أيضا. هذا الحديث علاقته ببدء الوحي أن هرقل سأل أسئلة مهمة في تمييز الرسل وصدقهم، فسأل عن النسب، وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذو نسب في قومه، وسأل عن دواعي الكذب فيه، هل كان من آبائه من ملك، هل قال هذا القول أحد قبله، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال. هذه دواعي الكذب الثلاثة، أن يكون الإنسان كذوبا فيجري الكذب على لسانه كالنفس، أو أن يكون يطلب الوصول إلى هدف لا يستطيع الوصول إليه إلا بالحيلة فيكذب من أجل الحيلة، كأن يطلب ملك أبيه، أو أن يكون يكذب تقليدا، أنه يقتدي بقول قد قيل قبله، يأتسي بقول قد قيل قبله. هذه دواعي الكذب الثلاثة، فعرف أنها غير موجودة. ثم سأل عن أتباعه، فوجد أن أتباعهم ضعفاء، وسأل هل يزيدون أم ينقصون، فعرف أنهم يزيدون، وسأل هل يرجع أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فعرف أن لا. فهذه إذن دليل في الأتباع على أن الأتباع من أتباع الرسل. ثم بعد ذلك سأل عن أمر سياسي يتعلق بإدارة شؤون الدولة، وهو هل يغدر أم لا، فعرف أنه لا يغدر، وهذا وصف الأنبياء، فحصل له يقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ولكن الله لم يهده، فلم يؤمن هرقل مع كل هذا، ولكن فقط احتفظ بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله في حق، واستمر ذلك الكتاب عنده. وفي أيام عمر بن الخطاب، لما جاءت رسل جيوش المسلمين إلى الشام، وكان الروم يريدون غزو الجزيرة العربية واجتثاث هذا الدين الجديد، كان ابن الناظور وهو رئيس نصارى الشام وهو أمير بيت المقدس، محتفظاً ببعض تراث الأنبياء السابقين وما كان لدى أهل الكتاب. فلما جاءه عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، هو رجل من قريش من الصحابة، أخرج له خرقاً من النسيج فيها صور الأنبياء،
فكان يخرج له صورة فيقول أهذا صاحبك؟ فيقول لا ما عرفته، حتى أخرج له صورة خرقة فيها صورة الرسول صلى الله عليه وسلم فكب عليه يقبله وقال هذا صاحبك، فأيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا سبب إسلام ابن الناظور. لكن هرقل لم يمزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما احتفظ به، وبقي الكتاب إلى الآن معروفا، وما زال الأتراك يحتفظون ببقايا منه. أما كسرى ملك الفرس فإنه مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه، فمزق الله ملكه، ولم تبقى للفرس دولة بعد ذلك. ولذلك الروم سيكونون أكثر الناس إلى يوم القيامة، كما في حديث عبد الله، حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم. وفيهم صفات حميدة تؤدي منهم إلى استمرار الملك. وهرقل لا يغني عنه هذا من الله شيئا، فهو غير مؤمن، ولكنه قامت عليه الحجة فقد عرف الحق لم يتبعه.